وأستعينك مفتقرا إلى هدايتك التي كشفت عن القلوب حجب الظلام، فكانت أمنا لمن تمسك بها ونورا لمن سار على دربها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وزعيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا أعتذر أنني دخلت من غير الكمامة، والسبب أنا راجل لحيتي خفيفة، ولما أجي أحط المخروبة دي الكمامة، فلما أجي أحطها قبل مصري كده المخروبة الكمامة حطها تقوم لويالي لحيتي، وأنا لا أحب أن أطل على الرأي العام، فكما قال الله لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، فأنا على الأقل يبقى شكلي شوية مقبول لأن اللحية خفيفة. أولا أعتذر للسادة المسؤولين عن المركز لهذا التجاوز اضطرارا يعني، هذا أولا. ثانيا أشكر سماحة السيد حسن القزويني في غيبته وأبنائه الميامين على دعوتهم لي، رغم أنني اعتذرت، لكن عند آل القزويني وعند السيد حسن القزويني تحديدا لا قبول لأي اعتذار. وقديما قلت عنه في محاضرة لو تذكروا من 20 سنة إنه يجبرني على أشياء لا يستطيع أبوه أن يجبرني بها، وأبوه خير منه، مظبوط؟ ومع ذلك فأنا التزمت وغيرت مواعيد الأطباء نتيجة حضوري لأشرف باللقاء معكم. أولا ما في فكرة تعرضت لإشكالية عبر التاريخ مثل إشكالية الإمام المهدي، إشكالية تاريخية. وأنا عايز أقول لكم أكلمكم كده بلدي ومصري يعني على طريقة عادل إمام، وسبنا من الرسميات يعني. عندنا أنا شخصياً أنا طارق عرض علي عرضين أمنيين أنني أعلن أنني المهدي. أنا شوف تخيلوا، أنا عرض علي مرتين من جهة أمنية في مصر صراحة، وجهة أمريكية في أمريكا بطريقة إيه، عن طريق وسيط يعني. فالظاهر أي واحد عايزين يطلعوه مجنون يخلوه يعلن أنه هو المهدي، وحيث أنني مش مستعد أطلع مجنون، والحمد لله أنا اسمي طارق مش محمد يعني، فأنا اسمي طارق، لدرجة أن عقيد أمن الدولة في مصر قال لي وليش؟ لأن في بعض المجانين أرسلوا قالوا أن الشيخ طارق بيقول عن نفسه أنه هو المهدي. فالراجل العقيد بيسألني بيقول لي إيه؟ وليه مش أنت المهدي؟ فأنا حبيت أثر عليه المسافة، قلت له يا عمنا المهدي من آل البيت وأنا مش من أهل البيت. فقال لي وش عرفك؟ العرب جم من الجزيرة العربية ودخلوا، فيجوز أنت من أهل البيت. قلت له اسمع يا محمد بيه، يعني أنت شايف أن المهدي الذي سيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا يبقى قاعد عند حضرتك في المكتب ومستني قرار من حضرتك يتحبسه يتفرج عنه؟ ده تبقى أنت حاجة كبيرة قوي واحنا مش عارف، بقى أنت بتتحكم في المهدي نفسه، دي كبيرة قوي. وواحد لبناني هنا في أمريكا له علاقات بجهات أمنية يجي يقول لي إيه يا أخي أعلنها بركي زبطت، هو إيه اللي زبطت واللي ما زبطتش؟ فهذا الجنون. واحد العيال على الإنترنت كل شوية في العراق واحد يبعت لي، واحد من اليمن بايع، بايع مين؟ بايع معرفش الوسيط ولا الوكيل ولا معرفش. فهذا الجنون، هذا الجنون هو الذي جعل فكرة الإمام المهدي تهتز في النفوس. نحن، أنا أحدثكم طبعا باعتباري سنيا، أنا أتحدث إلى قومي السنة عبر مشكلة الإمام المهدي. أولا جموع تقدر تقول 99% من علماء السنة يسلمون بالإمام المهدي،
99 لا يقل عن 9 عبر التاريخ. يعني حتى الذين يفسقون ويكفرون تقريبا الشيعة يسلمون بالمهدي، ويسلمون أن المهدي كما جاء في أحاديث أهل السنة التي كما قالوا عنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي. أنا أقول سنيا وليس شيعيا، شيعيا أنتم أحرار، إنما أنا أتحدث بطريقة لأن حتى بعض السنة بعض الشيعة شككوا في المهدي، حتى بعض الشيعة وصلوا إلى مرحلة التشكيك في المهدي، منهم المسمى باسم أحمد الكاتب وغيره وغيره، عملوا مشكلات كثيرة. تسمحوا لي أتكلم، أنا أعتبر نفسي في مسجد أولي الألباب استسماحا، فأنا أتكلم براحتي مش عشان أنا بتكلم في محفل شيعي. فأنا أتكلم هنا لأوضح أن الذين زعموا أن المهدية ملغية، المهدية فكرة المظلومين عملوها عبر كل الأمم الأديان، يعني المسيحيين بيقولوا فيه المسيح، واليهود بيقولوا فيه المسيا، والزرادشتية بيقولوا حاجة، وفي الهند بيقولوا حاجة تانية، والبوذيين، كل الأمم تنتظر مخلصا. طيب يا سيدي، لما كل الأمم العالمين يجمعون على انتظار مخلص، فلماذا أنت تتصور أن الفكرة هذه تنوقلت بين الناس من خلال ادعاء صدقه الناس؟ ده كلام عجب، ده دي أمور أطبق عليها أهل الأرض، فلا يمكن أن يطبق أهل الأرض على أمر لا أصل له من حيث المبدأ. ده الإجماع على وجود مخلص في آخر الزمان، هذا الإجماع أكثر من الإجماع على وجود الله نفسه. يعني وجود الله نفسه مسألة فيها اضطراب بين الملحدين، أما المخلص دي فمسألة تكاد تناقلتها الأمم تناقل المسلمات على اختلاف الشخص، من هو الشخص الذي سيدير الأرض أو يدير المكان الذي يسيطر عليه باسم الله ليقيم العدل ويخفي الظلم والجور. يبقى المبدأ إن المهدية مسلمة من مسلمات الأمم. طيب إحنا كسنة، كأهل سنة، عندنا كما قال علماء أهل السنة أن هناك نوع من التواتر المعنوي. التواتر المعنوي، خليني بس أوضح ما هو التواتر. التواتر هو الحديث الذي يرويه جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. والتواتر إما يكون لفظي أو يكون معنوي. لفظي يعني اللفظ كله، الكل ينقل اللفظ كما هو، والمعنوي يعني المعنى إجمالا موجود. فأهل السنة يقولون أن المهدي أحاديثه متواترة تواترا معنويا، سواء باسمه مباشرة باسم المهدي أو بصفة عامة، لا تقوم الساعة حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي، وحنقف عند أهل بيتي دي، اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي، رواية حشر واسم أبيه كاسم أبي. تعال أقول لكم اسم أبيه كاسم أبي. طبعا الشيعة عندهم نوع من الإيه، من محاولة المقاربة، يقول لك ما يجراش حاجة، ما هو كل النبي هو يعني عبد الله، يعني فأبوه يعني من الممكن محمد ابن عبد الله، وربنا خاطب النبي ولما قام عبد الله يدعوه، فيحاول لا 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 ما فيش كلام ده. هقول لكم قصة اسم أبي، اسم أبي جت منين أصلا. هو زيادة تعمدت في فترة من الفترات. مين السبب؟ تعرفوا سيدنا الإمام الحسن بن علي عنده ابن اسمه الحسن المثنى،
وبعدين الحسن بن المثنى عنده ابن اسمه عبد الله، وبعدين عبد الله اللي هو محمد النفس الزكية ابنه. فمحمد النفس الزكية ادعي له المهدية، وهو الظاهر انه صدق، والإمام جعفر الصادق حذره وقال له ما ينفعش، لكن هو خرج على الدولة العباسية بقيادة أبو جعفر المنصور، وانتهت القصة بمقتله. فكان الجماعة عايزين يعني ايه يطابقوا عليه المعايير، فقالوا هو محمد وأبوه كاسم واسم أبيه كاسم أبي، فهو ابن عبد الله، لأن دي ملهاش حل، فأضيفت واسم أبيه كاسم أبي، ويبقى أضافوا من نسل الحسن. ليه؟ لأن الشيعة بيقولوا من نسل الحسين، والجماعة اللي بيقولوا من نسل الحسن كان لازم يطابقوا على مواصفات محمد النفس الزكية كل المواصفات في المهدي التي انتهت بمقتله. يبقى إذن الذي يعنينا هنا أن اسم أبيه اسم أبي كاسم أبي زيادة مرفوضة كان لها سببا تاريخيا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى بقى، إحنا كأهل سنة بنقول هو لم يولد ولكنه سيولد. حلو، أنا عايز أقول لكم ما وجدت تدليسا في حياتي عبر يعني أنا لماذا التزمت بأهل البيت؟ عندي سبب، لأن اكتشفت أن علماءنا، أنا أتكلم على علماءنا كسنة، يعني أنا أتكلم أقول علماءنا، أقول ابن تيمية وابن كثير وكده، يعني لازم كبار دول، أكذب الخلق عندما يكون الأمر متعلقا بآل البيت أو تحديدا بالإمام علي، الكذب يستحلونه. فإذا لما أنا أشوف وأراجع المعلومات التي توجد في كتبنا وأراجع النصوص وأجد التدليس، أجد أن الإمام المهدي من مستلزمات الإسلام أن يكون امتدادا للإمام علي، ولا تخلو الدنيا من إمام. هذا من مستلزمات الدين الحق. لكن احنا كسنة عايز اقول لك اوعى حد يستدرجك، عشان ليه معمول برامج الان ولد اسمه محمد صابر اعلامي مصري كان على قناة صفا، ودي قناة صفا دي متخصصة في تضليل وتفسيق وتكفير الشيعة، يعمل يقول ايه على الإمام محمد بن الحسن اللي هو المفترض المهدي، يقول دجالهم. طب يا أخي أنت بتقول لم يولد تسميه دجال وهو لا يوجد أصلا، شخص لا وجود له تسميه دجالهم؟ طب يا أخي هو معدوم الوجود، فما الذي يجعلك تسميه دجالا أيها الأحمق؟ لكن المهم أن يصرف الناس عن القضية الرئيسية. أنتم عارفين أيضا لماذا الدفاع المستميت عن معاوية بن أبي سفيان هنا؟ طب معاوية ده ملوش تمن قوي، يعني مش كبير قوي، يعني مش مهم، لكن في دفاع مستميت عنه. يعني عندنا في مصر، أنتم عارفين لما مصر اتغلبت في 67، يقول لك خط الدفاع الأول سينا، وبعدين خط الدفاع الثاني السويس، وبعدين في خط دفاع تاني. فإحنا كسنة عندنا خط الدفاع الأول مين؟ معاوية. خط الدفاع اللي هو على حدود العدو معاوية، لو وقع معاوية هيخشوا على خط الدفاع التاني، ولو وقع خط الدفاع التاني هنخش على خط الدفاع التاني، وحتقرب بقى من الكبار. أنا راجل بروح على الكبار على طول، ليه؟ لأن ما عنديش وقت، أنا بعمل إسقاط مظلات، عارفين إسقاط المظلات؟ يعني بدل ما أنا أفضل أوقع ده وبعدين أعود لي 6 أشهر أعمل أوقع فيه،
وبعدين أوقع خط الدفاع التاني. لا، في عندنا إسقاط مظلات، اللي هو الفرق المظلات بتطلع تنزل بالباراشوتات في الخلف وتخش على إيه؟ خط الدفاع الإيه؟ اللي على القاهرة على طول، خش على القاهرة. فإحنا عندنا خط الدفاع الأول. تحكوا ليه يا شيعة؟ هو دي الحقيقة، أنتوا تضيعوا وقتكم ليه؟ أنا هو الدفاع عن معاوية أيضا هي قصة الشغب على أن الإمام المهدي، الإمام الحسن العسكري لم يعقب. صحيح الأحاديث الموجودة في الكافي الشيعة ضعفوها من ناحية السند يعني، لكن هناك مسلمات عامة. لكن ليه بقى الشغب من سماسرة الوهابية؟ سماسرة الوهابية وقباقيبهم شغالين على المسألة دي. بس إن شاء الله أنتوا عارفين في حديث عندنا في البخاري بيقول إيه؟ إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، رواه عمنا أبو هريرة في البخاري ومسلم. بس عزة زي الفل. ليه؟ لأن محمد بن سلمان يقضي على الوهابية رغم أنفه. هو لو قال الوهابية، الوهابية أصلا تم نشرها بناء على تعليمات مين؟ هو الراجل قال كده. يجي قال في حديث تلفزيوني للأمريكان، إحنا نشرنا الوهابية بناء على طلبه. فالوهابية فكر جاء ليصد الناس عن سبيل الله. ومحمد بن سلمان ما شاء الله بعد ما قطع خشجي هو راجل بيقضي قطعه، مش هتروح السعودية كده، أنا مستغرب واخد. فالقضى قطع خشقي، لكن ينهي أزمة الوهابية في الأرض. هؤلاء سماسرة الوهابية في مصر، ما لهمش شغلة غير خزعبلات الشيعة. في بعض عامة الشيعة عندهم خزعبلات، عندهم تجاوزات، لكن هم كل ده بيشغب على إيه؟ اسمع بقى، هو بيشغب على القضية الأساسية. طيب المهدي عليه السلام من أهل البيت، انت بتتبع ابن البيت اصلا كسني؟ سيبك من الشيعة، طلع الشيعة بره، انت كسني تتبع اهل البيت؟ اب الدنيا. طيب اسمه كاسم النبي محمد، يصلح، اللهم صل على محمد وآل محمد، يصلحه الله في ليلة. خد بالك ربنا بيقول في القرآن ايه؟ ان الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. كل مفتري الذي يفتري الكذب على الناس، يقول لك المهدي بتاع الشيعة دخل السرداب وما طلعش. طب جبت المعلومة دي منين أيها الكذاب؟ هل الشيعة يقولون إن المهدي دخل السرداب ولسه موجود فيه؟ الناس بتروح والسرداب بيصلوا فيه وقاعدين فيه وبياكلوا فيه وبيصلوا فيه وبيعبدوا ربنا، لانه كان مكان لاثنين من الائمه والثالث المهدي، فبيحترموا المكان وبيستشعروا بان رحمات الله تكون فيه، وليس لان المهدي يعيش في السرداب ويجيله عسل وميه وياكل ومستنينه. لماذا الكذب والتضليل والتعتيب ومحاولة الصد؟ ليه؟ هو يستثمر بعض غلاة الشيعة وبعض المتجاوزين اللعانين السبابين المتجاوزين هنا وهناك الذين يتجاوزون في حق زوجات النبي أو فيقولون هؤلاء هم الشيعة. لا لا، ليسوا هؤلاء الشيعة. الشيعة هم المفترض الإمام جعفر الصادق نقل عنه، لو أن قرية بها 100,000 فكان هناك رجل يزعم أنه من شيعتنا، وهناك في القرية من هو أتقى لله منه، فهو ليس من شيعتنا. إذن في مفهوم الإمام جعفر الشيعي الحقيقي هو أتقى خلق الله وأعف خلق الله وأطهر خلق الله. إذن يا عباد الله، عندما نتحدث عن الإمام المهدي في مولده، نحن لابد أن نعود إلى الأصل. الأصل هم
يحاربون المهدي المولود وإن كانوا يتفقون على أنه من ولد فاطمة من ذرية رسول الله من عترة رسول الله من أهل البيت يصلحه الله في ليلة، لكنهم يرفضون أنه مولود لا لشيء، لأنهم يريدون أن يضربوا فكرة الإمامة في مقتل. المقصود ضرب الإمامة كمبدأ في مقتل الإمامة. طيب الإثنى عشرية، الإثنى عشر ده اختراع شيعي؟ لا، ده اختراع حتى توراتي، ده في التوراة عندما تحدث عن إسماعيل قال له أكسره تكسيرا وأجعل منه 12 رئيسا. أدي إسماعيل، فين 12 رئيس اللي من إسماعيل دول؟ طب تعال عندنا في البخاري ومسلم: ما يزال أمر أمتي بخير ما وليها 12 أميرا رجلا خليفة. أين هذا؟ بن باز يطلع يقول يزيد بن معاوية واحد منهم. يزيد بن معاوية: لا يزال أمر أمتي بخير ما وليها يزيد قاتل سيدنا الإمام الحسين. أي دين هذا؟ أي دين؟ أبو جعفر المنصور ولا السفاح؟ هؤلاء هم يمثلون أن أمر الدين بخير ما ولوها، ما قادوا الأمة هؤلاء. أنتوا عارفين واحد زمان كان ادعى النبوة، بيقولوا المتنبي ادعى النبوة، فواحد قال له إيه؟ إذا كنت أنت نبي فالقرض لا شك ربي، إذا كنت أنت نبي فالقرض لا شك ربي، أنت تبقى النبي بتاعي؟ مستحيل. إذن يا أخوانا، عندما واحد يجرك ويحاول يقول لك مهد الشيعة في السرداب، قل له أنت كذاب. الشيعة لم يقولوا إن المهدي في السرداب، الشيعة يقولون المهدي يتحرك. طيب هل ولادة المهدي منذ ذلك التاريخ أمر مستحيل عقلا؟ لا. طيب نوح عليه السلام لبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. تعرفين واحد سوري طلع يقول إيه؟ ده 950 سنة دي يعني 950 شهر. قال له يعني إذن لا يوجد مسلم. يطلع شحرور وبعرور وعرعور ومعرفش إيه، يطلعوا لك أفكار غريبة جدا يعني إيه، وطبعا يطلعوا لك يثبتوا لك. طبعا عايز أقول إن افرض واحد لم يؤمن بالمهدي، هل يخرج من الإسلام؟ لا، لا يخرج من الإسلام. لكن إحنا بنحاول نقول أن فكرة المهدي إنه يعيش من 255 حتى اليوم. أولا نوح عليه السلام لما ربنا قال لبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، هل دي كانت من معجزاته؟ أشار القرآن أن من معجزات الله على قوم نوح أن الله عمر نوحا 950 سنة في قومه. لا، مسألة عادية، واحد صحته حلوة ممكن يعيش، ممكن الأمور ربنا. يبقى المهدي كون إن إحنا نقول إنه من 900، طب إحنا ابن كثير يقول إيه؟ الخضر عليه السلام، جمهور علماء أهل السنة يقولون أن الخضر عليه السلام لا زال يعيش. طيب قبلت في الخضر من جمهور علماء السنة، لماذا لم تقبل في شأن المهدي؟ لماذا؟ يبقى إذن إمكانية طيب عيسى بن مريم، طبعا ما لناش دعوة بعدنان إبراهيم والجماعة بتعود بقى محمد عبده والأفغاني الجماعة وابن خلدون اللي هم نفوا المهدي ونفوا عيسى ويقول لك دي كلها أفكار جاية من المسيحية. هؤلاء لا يمثلون بالنسبة لعلماء الأمة الذين يستقرون على المهدي وعيسى أكثر من 1 في 1000، مش 1%، 1 في 1000. لكن علماء السنة مطبقون بشبه إجماع، لا أقول إجماعا باعتبار أن في بعض أنكر، شبه إجماع على أن المهدي شخص. وكتب أهل السنة الكنجي الشافعي يقول أن المهدي ولد وأمه نرجس، سبط الجوزي يقول المهدي ولد، يطلع بقى يقول لك ما
محمد صابر ده يقول لك إيه؟ إن أحمد الكاتب ذهب لكل علماء الشيعة، ذهب للحيدري وذهب للسستاني وذهب لفلان وذهب لعلان، ومر عليهم واحد 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 واحد، وبعد ما مر عليهم إيه؟ قال لك ما فيش حد أقنعه. مش ما فيش حد، يعني لو قال كلهم وافقوه كان ممكن. ده هو بيقول إيه؟ ما فيش حد. طب افرض أنت حمار، أنا أقنعك إزاي؟ يعني هب أنا واحد، أنا قعدت قدام حمار وقعدت افهم فيه واقول له واقول له واقول، وبعدين في الاخر لم يستجب. هل ده العيب في اللي بيتكلم ولا العيب في الحمار؟ يعني المساله على فكره انا لا اعني ان الرجل، لان الرجل احمد الكاتب ده عالم يعني وصديق آل القزويني، يعني على اي اعتبار يعني، انما عشان انا بصولي آل القزويني ده صاحبنا يعني ماشي صاحبنا، بس ليكن احنا شوف احنا بقى من فكر عمر بن الخطاب بنتكلم براحتنا. عمر بن الخطاب له طريقة على طول كده فظ غليظ، وأنا رجل فظ غليظ، حلو انتهيت. فالقصة بقى واحد يقول إن الـ الـ إن إن طيب أنا هقول لك، تصور أديك بس الولد اللي اسمه محمد صابر ده أسمع له امبارح يقول إيه؟ ده الشيخ الوائلي ده راجل شيخ يتحط على الجرح يطيب، وراجل تقاربي ولطيف، وحتى الشيعة الغلاة مش عاجبهم الوائلي. طيب ومع ذلك الشيخ الوائلي بيقول ايه؟ القرآن بيتكلم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين منذرين رحمة من ربك فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال فالراجل بيقول ايه؟ الترديد بين هل هي ليلة القدر ولا ليلة النصف من شعبان؟ الترديد يعني الخلاف بين العلماء، القرآن نزل في النصف من شعبان ولا ليلة القدر؟ الترديد. يوم الولد يقول ايه؟ ده الشيخ الوائلي بيقول كده. يوم يقول لك ايه؟ كان نفسه يقول، خد بالك هو ما قالش، بيقول كان نفسه يقول، يقول ايه؟ يقول ان المهدي نزل في هذا اليوم. ده هيفترض هو قال ايه عشان يسبه، بيفترض الراجل ما قالش. عشان كده بقول لك عملية التشويش المتعمدة والتزوير ومحاولة صد الناس عن أهل البيت، لا يا حبيبي، المهدي كشخصية من مستلزمات حركة الدين. انت بقى عايز تقول حيولد، طب يا سيدي خلاص لو ولد النهاردة، مع انني مش عارف ده، انا عندي الولد اللي كنت بحفظه قرآن كان من الأول طلع قتل قتلة حرامي في الآخر، بقى ده بقى والنبي جيل الإنترنت والكلام ده يطلع لنا مهدي؟ لا، وبعدين يطلعوا لنا إيه؟ وبعدين يقول لك كمان إيه؟ يصلحه الله في ليلة، فسروا بقى يصلحه الله في ليلة، يقول لك إيه؟ يتوب الله عليه، كان ضالا فهداه الله. طب بالله عليكم، واحد كان بيرقص ليلة امبارح في نايت كلاب، وبعدين طلع يقول أن المهدي، أقول له جرايح حمادة، العب غيرها هلا. احنا كنا بنرقص مع بعض امبارح، جاي تغني علينا ولا مظبوط ولا مش؟ هل هذا معقول؟ يبقى يهيئ الله له الاجواء، يهيئ. طبعا انتوا عارفين الشيعة عندهم يعني خيال احيانا جامح في بعض الامور، انا بتكلم في وسط الشيعة بقى، اقدر اقول الكلام ده في وسط السنة يغتالوني، انما هو الشيعة بيتحملوني على الاقل مشكورين. يعني انا مرة، انتوا عارفين قصة كيف عرفت أهل البيت، كنت جالسا أمام الكعبة المشرفة، وبعدين عادة أنا أجلس أمام الكعبة وأقول اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل وألهمني رشدي وبصرني بمواضع قدم. فأنا قاعد بدعي الدعاء ده عادة يعني، لقيت واحد خرج من جنبي أعرفه، طلع سلام عليكم، وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا أستاذ، أنا فلان الفلاني طالب بأدرس الهندسة في لندن، إيراني. قلت له أهلا وسهلا يا سيد، شيعي يعني؟ قال لي شيخ أنا مسلم. قلت له يا سيدي شيعي، من عارف أنت مسلم شيعي، ما أنت قاعد في البيت الحرام تبقى يعني مسلم ولا مش مسلم؟ طيب ماشي. قلت له أنتوا اللي بتقولوا مصحف فاطمة والقرآن المحرف لستة، عارفين اللستة؟ في لستة كده، والمتعة ولما عشرة سبوا الصحابة وموات المؤمنين، في لستة كده كلنا حافظينها، وأنا راجل كنت حريف قوي فيها يعني.
كنت حريف في الليسته دي والله، حريف قوي يعني. حريف ليه؟ لان كان الشيخ صلاح عجبته، السيد احمد عجبته حريف دي. انا كنت بلعب كوره برضو، كنت العب زمان في الزمالك والاسماعيلي وما اعرفش ايه. لا يعني كان شيخي، كان ايام الحرب العراقيه الايرانيه كان بيجوا العراقيين، وزير الاوقاف العراقي ومعاه بشار عواد معروف، ويجيبوا من كل كتاب 50 نسخة كتب احسان الهي ظهير وليه تسب الشيعة وتكفروا منه. فكانوا يدوني من كل كتاب 50 نسخة باعتبار هم اصدقاء شيخي الشيخ صلاح ابو اسماعيل الله يرحمه، فكان يدوني باعتبار حتى يقول هذا مسؤول الكتله الشرقيه، انا من محافظه الشرقيه من مدينه ابو حماد، مسؤول الكتله الشرقيه عن الشيخ صلاح ابو اسماعيل. فكنت اوزع من كل كتاب، يدوني من كل كتاب 50 نسخة، فانا حافظ كل اللي موجود، يعني كل اللي موجود في الكتاب انا حافظه واقول. فالاخ اللي هو الايراني ده قال لي شيخ انا راجل على قدي، انا طالب يعني بتاع هندسه، يعني لو حضرتك تتفضل معانا في سوق غزه مقر علمائنا موجودين، نتمشى مع بعض، انا اخد تاكسي يوصلك وتقعد تناظرهم وتناقش زي ما انت عايز. قلت له اخويا انت بتهددني ولا ايه؟ اتفضل يلا. خدنا ورحنا مع الراجل، هو الحقيقه ما شفتوش بعد كده، فبقى الشيعه يقولوا ايه؟ بس يبقى المهدي هو اللي قبلك، وقال لك الشيعة خيال، بس هو انت دعيت المهدي استجاب جا خدك. دي العقل الشيعي. طب احنا بنقول ايه يا سيدي؟ ربنا بعت واحد يهديني. فالمهم رحت قابلت العلماء وجلست معاهم جلسة لطيفة، وقعدنا يجي 19 ساعات. بعد 19 ساعات الراجل قال لي، احد علمائهم العراقيين العمام البيض، قال اسمع يا شيخ طارق، انت لن تسني ولن تشيع. ليه؟ لان انا بوافقه على حاجات، وقال لي ابهلك اذا كان عندنا قران غير القران ده، اعمل عليك مبهله. قلت له يا عمي طيب اديني انت الكتب اللي عندكم، واعدك انني سادرس هذا الدين من جديد بعقل محايد واقارن. فقال لي احنا السعوديه مش سامحه لنا الا بنسخه واحده من كل كتاب. قلت له يا سيدي ادهم لي لعل الله يفتح لكم على يدي ما لا تعلموا. فالراجل مشكورا ادهم لي، واديتهم لاخو زوج ابو غزاله وزير الدفاع المصري عشان يشيلهم ما يفتشونيش في المطار، واداهم لي الراجل وحتى ادرس. فانتهيت ان لا حل ولا مرجعية ولا دين ولا دين غير دين آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا نتاج دعوة، أنا مش جاي، مش الشيعة جم ادوني قرشين فبعت وادوني قرشين وبعدين قلت يالا وعندهم زواج المتع حلو. ما البعض، انا بعض المشايخ يقولوا لي ايه يا اخي الشيخ ده عند الشيعه ده احنا محرومين من الشيعه من حاجات عند الشيعه. اقول له ايه؟ عالم مسلم يقول لي عندهم المتعه يا اخي. اما شيخ غريب جدا، يعني انت عايز تروح للشيعه من اجل المتعه؟ عندك بس هي المتعه هي عند الشيعه؟ قال لا، واضاف حاجه تانية كويس، قال واحترامهم لشيوخهم. اهدي اللي كويسه فعلا، الشيعه يحترمون ويبجلون شيوخهم، وشيوخ الشيعة أكثر تواضعا من شيوخ السنة على كل ده. ده 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 شيوخ السنة إيه؟ طبعا ما هو مدرسة عمر ومدرسة علي. مدرسة عمر اللي هي الجفاء والغلظة، ومدرسة علي اللين والحلم والأناء والأخلاق الرفيع، أخلاق آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما أنا أخذك إلى الأسباب التي أخذتني بهدى من الله لمعرفة آل محمد ودراسة أنه لا يستقيم الدين بدون حراس لهذا الدين، لابد أن يحرس الدين من أوليائه، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وبعدين ربنا بيقول إيه؟ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون. هذا الدين أولياؤه
هم المتقون أصحابه، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين هم آل محمد. ولذلك المرجعية الأساسية الذي يشغب على الشيعة ويشغب على قضية آل البيت من خلال أن المهدي لم الإمام الحسن العسكري لم يعقب في كتب السنة. والله كنت أفتح كتابا جايلي من قطر للأحناف، أجد فيه أن الرجل يقول الإمام وبعدين يقول الإمام المهدي المولود أمه نرجس في كتبنا. لماذا هذا الشغب؟ لأن الشغب سببه. طيب دعنا من قصة المهدي بالكلية وتعال معايا إلى قصة علي بن أبي طالب اللي هو بقى في غدير خوم وحاضر والنبي بيعلن، هل أنت تقبل الإمام علي وليا لك؟ ولد يكتب لي على الإنترنت يقول لي إيه؟ أقول في عندي خطبة بتقول إيه؟ هل كنت تقاتل مع علي يوم الجمل أو يوم صفين؟ الولد السلفي يكتب يقول إيه؟ لا والله لا أقاتل مع مالك الأجرب ومحمد بن أبي بكر، وما يقولش الصديق، ما يقولش محمد بن أبي بكر الصديق. ليه؟ ما هو محمد بن أبي بكر بتاعك الصديق. لا، الحسن البصري كان يقول على محمد بن أبي بكر البصري يا عراقيين، الحسن البصري كان يقول محمد بن أبي بكر الفاسق. الفاسق ليه؟ لأنه راجل من رجالة علي، لأنه كان ذكر، لأنه هو اللي أدب معاوية بالخطاب الشهير لما قال له معاوية أنت تقارب من؟ أنت عايز تنافس عليا؟ شوف أمه مين وأبوه مين ومراته مين وعياله مين. شوف أنت مين يا ابن آكلة الأكباد؟ أنت وأبوك ما دخلتوش الدين إلا مكرهين يا منافقين. معاوية الراجل إيه في كتبنا اللي الطبر الطر يقول لك إيه يعني إيه؟ وظهرت بينهما مكاتبات فيها غلظة. ما تقول لنا يا سيد الغلظة فيها إيه؟ عشان الغلظة دي هتروح إيه خط الدفاع الإيه الأول. فإيه مفيش داعي نقول. فيقول له إيه معاوية يرد عليه ويقول له إحنا أبوك كنا نعلم لعلي مكانته، ولولا أبوك وفاروقه كنا رفعنا لعلي القبعة ومشينا وراه. فعب أباك قبل أن تعيبنا. أنت عايز تلوم يا أخويا، لوم أبوك، هو اللي أطاح بعلي، هو ده. شفتوا بقى أنا عملت مظلات إزاي؟ روحت على مظلاته ونزلت بالمظلات لأنها قرب على الموضوع الأساسي. فهو لما عايز يقول لك ويخرجك من موضوع ان المهدية هي ادعاء، سواء المهدية كمبدأ او ولادة المهدي ادعاء، هو يريد ان يضرب عليا في مقتل. طيب علي كرم الله وجهه وعليه السلام كما يقول البخاري، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم وقف، وانتم تقولون ان احاديث المهدي متواترة تواتر معنويا، وحديث غدير خم متواتر تواتر معنوي وكمان لفظي، ومع ذلك النبي لما وقف هل أنت تسلم لعلي؟ أنا أريد أن أجمع أناسا ليسوا مسلمين بس يكونوا بيعرفوا عربي وأقول لهم أنا عايزكم تسمعوا بس كده اللي أنا هقوله. واحد كان بيقول أنه نبي ووقف يقول الكلام ده، أيها الناس، قبل ما يموت ب78 يوم قال أيها الناس إن اللطيف الخبير قد نبأني أنني أوشك أن أدعى فأجيب، وإنكم مسؤولون وأنا مسؤول، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت فجزاك الله عنا خيرا. قال اللهم فاشهد. قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن جنته حق وناره حق والموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا بلى. قال اللهم فاشهد. قال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من آبائهم؟
قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أمهاتهم؟ قالوا بلى. قال الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، فإن اللطيف الخبير قد نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. فجاء عمر إلى علي يقول له: بخٍ بخٍ يا ابن أبي طالب، هنيئاً لك، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن. أريد أن أعرض هذا على الخلق وأقول لهم: أنتم كما يقال بالإنجليزي نيوترال ومش مسلمين أصلاً، لو أنتم سمعتم هذا من نبيٍ قبل وفاته ب78 يوم، هل تفهمون شيئا غير أنه عينه؟ لقالوا جميعا كناس لا يمين ولا شمال، هيقولوا مباشرة: طبعا عينه. فهل أنت تفعل بهذه الطريقة كما يفعل؟ يقول لك: لا أبدا، هذا من ادعاءات الشيعة. أولا عثمان الخميس يطلع لك الحيز ضعيف، كذاب أيها الكذاب، هذا حديث ضعيف وهو متواتر. حتى لو رسول الله وقف أمامكم وقال لكم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فلن يكون موقفكم أفضل من مالك الحارث بن مالك الفهري الذي أتى لرسول الله وقال له: سمعت أنك قد رفعت، ألم نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وصمنا وحججنا؟ قال له: نعم. أو بلى. قال: سمعت أنك قد رفعت بضبع ابن عمك فجعلته علينا من بعدك، فهل هذا من عندك أم من عند الله؟ قال له: من عند الله. قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مشي، وقعت صخرة دكته، مات. فنزل سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارك. تقول لي بعد كلام الشيعة؟ لا، في القرطبي، هذا ليس كلام الشيعة، موجود في القرطبي يا حبيبي، روح اقرأ. لو احنا، لو انت تلتقط ستجد ان الصوره. هل انت تقبل عليا؟ لا تقبل عليا، فهل تقبل المهدي؟ ولذلك انا احذرك ايها المسلم السني، احذرك لا تكن غبيا، انهم يضلونك، انهم يصدون عن سبيل الله، يصدون عن آل البيت باسم بعض خزعبلات الشيعة، والمقصود هو ضرب علي. وإذا سقط علي سقط المهدي وسقط جميع أئمة البيت. المحور الرئيسي في هذا الدين هو علي بن أبي طالب، لا شك في ذلك، هو المحور الذي يريد أهل السنة أن يكسروه، لأن النبي بلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقولون: افتح افتح الدر المنثور للسيوطي، بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين. وسمى الله الرافضة لهذا، لهذه الولاية، سماه كافرا، إن الله لا يهدي القوم الكافرين.